إذن مرة أخرى ينضم معنا للحديث عن استعداد المتظاهرين لموجة ثانية لتظاهرات ثورة تشرين وسط محاولة الأحزاب جر البلاد لمزيد من الطائفية. ينضم معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بك. حياك الله أخي العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. دكتور معهد كارنيجي للسلام الدولي يقول بأن العراق يمر الآن في مرحلة فاصلة من تاريخه في ظل هناك استعدادات ل موجة ثانية من تظاهرات ثورة تشرين. كيف ستؤثر هذه التظاهرات أو هذه الموجة المقبلة من التظاهرات على المشهد السياسي في العراق؟ بالتأكيد التحليل دقيق جدا، وأكيد هذا متابع الذي أعدها التقرير متابع للشأن العراقي. فعلى مستوى الثوار ثبت الثورة خلال عام عن ثبات سريتها ودقة تحليلها ودقة مطالبها، وأعطت المدة الكافية لكي تقدم شيء للحكومة، ولكن للأسف الشديد لحد الآن لم نرتقي إلى ما تتمناه. واحد. اثنين، القوى السياسية المتناحرة تلك المؤيدة للجانب الإيراني تتوجه سخيفة فتحاول أن تسيء أو تستغل أو تستثمر هذه الثورة. الشيء الآخر، الحكومة ذاتها أيضا تحاول أن تبدو وكأنها جزء من الثورة ومطابقة معها، ولكن هي ما زالت في بحر العملية السياسية. هذه التلكؤات من قبل الحكومة والنوايا غير إيجابية من القوى السيئة وقناعة الشعب العراقي بأهمية الثورة كلها يتفاعل بأن تقول بإذن الله الانطلاقة القادمة انطلاقة فعالة في الساحة العراقية ومؤثرة. ذلك كل متابع دقيق للتفاصيل الأحداث يرى الأمور هكذا ويرى فاعلية مرتقبة للثورة بإذن الله. رؤية فيها تفاؤل كثير. يعني لو أخذنا مثلا بالتوازي مع هذه الاستعدادات، موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني تحدث عن محاولة الأحزاب السياسية جر البلاد مرة أخرى إلى حفر العنف الطائفي. يعني هذا المخطط الذي يعني كان موجودا في العراق منذ عام 2006 ومحاولات الأحزاب أن يعني تخرج النار من تحت الرماد في كل مرة للحفاظ على مكاسبها، إلى أي مدى ترى أن هذا المخطط سيفشل مثلما فشل مع بزوغ ثورة تشرين؟ بدءا منذ 2003 قلنا العراق ذهب إلى تخندقات متقاطعة مذهبية طائفية، وارتفعت أوجه الخلافات البينية بعد حدث اللي حصل في سامراء. الذي يظن أن المسألة تراجعت فهو واهم جدا. نعم. لأننا في تصورنا أن الصراع البيني الذي افتعلته القوى السياسية التي لا يكتب لها وجود إلا بظل التخندقات الطائفية قد وصلت بعد 2008 إلى حالة من استقرار الساحة وتقسيم المناطق، فأصبحت في مناطق بغداد معينة تلك المنطقة تسمى سنية المقفلة وتلك تسمى شيعية مقفلة، وبالتالي بقى الأمر هكذا واستمرت. الآن عندما صح الشعب وتجاوز حالة التخندق الطائفي وكشف أوراق المعممين زيفا بالإسلام والمسيسين للإسلام وللدين، هذه أدركت خيفة مضاعفة. أولا أنها خسرت شعبيتها العملياتية بدليل أنها رفضت وحرقت أعلامها ومقراتها في المناطق الجنوبية وفي كربلاء وفي النجف. واحد. اثنين، الخلاف الأمريكي الإيراني تصاعد كثيرا وهناك شبه مقبولية للأمريكان على حساب المقبولية لصالح إيران. لذلك هذه المجاميع وجدت نفسها في وضع مأساوي جدا، لا يمكن أن تعيد ذاتها وتنشط عناصرها إلا بإذكاء الحس المذهبي الطائفي. هذا الحس المذهبي قد تلجأ إليه وقد تشجع بعض أطرافها من نتيجة انتماءات أو إغراءات أو ما شابه ذلك، أو حتى هم متورطون بقضايا كثيرة يستطيعون يخرجون منها، تحاول أن تذكي الجانب الطائفي والمذهبي والعرقي. ولكن في تصورنا أن هذه ورقة ما عادت تنطلي على عموم الشعب، قد تنطلي على بعض. ولكن كيف أسهمت ثورة تشرين دكتور في ترسيخ مبدأ المواطنة؟ طبعا مبدأ المواطنة هو على النقيض من مبدأ يعني الطائفية والتفرقة والتفرق، المواطنة يجمعهم بلد أو وطن واحد. ثورة تشرين كيف أسهمت في ترسيخ هذا المفهوم؟
أولا الثورة خرجت من معاناة شعب، ومعاناة الشعب الجهة المسؤولة عن هذه المعاناة هي تلك القوى السياسية، طبيعة بناء القوى السياسية مذهبية طائفية. والمشكلة الكبرى لهذه القوى الأنانية الضيقة التي لا تعي للأمر السياسي شيئا إلا خدمة من أتى بها إلى الساحة، أنهم هملوا حياة المواطن الذي توهم أنهم هؤلاء لخدمته. لذلك رأينا نحن مناطق العراق، جل المناطق العراقية سيما تلك الجنوبية التي يقال أنها كانت متضررة سابقا والآن أعيد لها نصابها، هذه تضررت كثيرا وخسرت كثيرا وهي جرحت أكثر من غيرها. وبالتالي هذا المواطن أدرك أن هذه العملية السياسية وهذه الحجج الواهية للمذهبية الطائفية لن تسمو لا بالدين ولا حتى بالمذهب ولا حتى بالشخص. لذلك هذه الثورة خاصة من معاناتها، واحد اثنين، هي سعت لتغيير العملية السياسية برمتها بمجموعها، ودلالة على أنها ليست ضد جهة معينة في العملية السياسية، لا، ضد كل العملية الخاطئة. الشيء الثالث أنه طرحت وطن، أريده وطن، إرادة الوطن تعني مواطنة. والشيء الأهم من هذا ذاك أن سلوكها ما زال إيجابي سلمي حضاري، دلالة على أنهم في رقي أكبر من رقي الطرف المسؤول عن إدارة الدولة. إذن هذه الثورة حققت ما لم يكن في الحسبان لدى كثير المثقفين العراقيين وحتى المتراقبين الدوليين. إذن بإذن الله هذه أنهت الطائفية، ثم أنهت رموز كانت بالأمس القريب محرمات، لا يمكن أن يتكلم شخص عن معمم، لا يمكن نتكلم عن حزب سياسي ديني مذهبي، ولكن الآن رأينا كيف حرقت الأعلام وحرقت المسميات وحرقت الصور للمعممين المزيفين. إذا هذه الثورة عبرت الخندق الضيق بإذن الله وما زالت على ذات الاتجاه. موقف الأحزاب دكتور قحطان، هل تراه أنه مشابه لموقفها قبل ثورة تشرين؟ يعني من حيث أن لديها مكاسب كثيرة قبل الثورة، الآن هي تحصل على نفس المكاسب من وجهة نظرك؟ الأحزاب السياسية دون استثناء هي كما يقال في العربية أنها في حيثبيص، أنه لا تعرف كيف تخرج، لا تعرف كيف أن تطور ذاتها، لا تستطيع كيف أن تقنع بأنها قد تقدم شيئا. ثم هم لم يبقى لديهم من الكفاءات الوطنية الحقيقية، لأن الشعب رفض كل من يرتبط بهذه المجاميع، وحتى المثقفون الآن الذي منهم له أطماع شخصية معينة يتجرجب في أن يكون إلى جانب الأحزاب. الآن الأحزاب في وضع مأساوي جدا، ثم أن هذه الأحزاب بذاتها بدأت المساءلة الجماهيرية على الأحزاب أضاقت عليهم كثيرا. ثم قلت لك قبل قليل ان العمق الجماهيري للاحزاب انتهى بانتهاء المقرات وحرقها، وبالتالي لجوء الاحزاب او لجوء الميليشيات التابعه لها الى العنف والاختطاف والقتل والتصفيه، هل هذا سيجدي نفعا من وجهه نظرك تجاه ثوره عارمه، ثوره تشرين الشعبيه السلميه المطالبه بوطن واحد والمطالبه بزوال سلطه الاحزاب والميليشيات؟ عزيزي، سلوك العنف اعتمد عندما أدركت القوى السياسية لا وجود لها في أي حوار أو أي حالة أخرى غير القوة. لذلك جاءت القوة في ظنها حالتين، أولا أنها ترهب المتظاهر لينسحب، ولكن المتظاهر أثبت بطولة منقطعة النظير، حتى فيتنام التي كان يقال عنها أن رجال ثورتها مميزين، وكذلك الهند، لا، ثورة تشرين تجاوز هذه الحالة كما هو معروف، حجم الشهداء واستعدادهم للتضحيات. الشيء الآخر وهذا ذاك، أن كما قلت لك قبل قليل أن العمق الجماهيري للعراق في الجنوب بات ميالا إلى الجماهير أكثر من القوى السياسية، لأنهم ثبت فشلهم وعجزهم، لذلك يلجؤون إلى إثارة القتل للترهيب والترغيب وتقوية ذات عناصرهم الضيقة ذو النفسية القاتلة. طبعا هذا القتل دكتور، طبعا أمام أنظار العالم وسائل الإعلام تسلط الضوء حتى على عمليات القتل التي تتم ضد المتظاهرين، ولا يخفى هذا الأمر على أحد. ماذا عن الموقف الدولي؟ يعني لماذا
لا نراه داعما لثورة تشرين داخل العراق، هل الأجواء الآن يعني ممكن أن تكون ملائمة ومناسبة دوليا لدعم ثورة تشرين؟ أنا أرى في تصوري أن أمريكا هي في حرج كبير، لأن هي التي عملت هذه العملية السياسية، وبالتالي دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أكثر مما هو عليه الآن يجعل فشلها قبل فشل القوى السياسية الفاعلة، باعتبار هي التي هي عمل العملية السياسية، وهو نوح فريدمان الذي وضع الدستور ووضع العملية. هذا واحد. اثنين، في طبيعة الآن العلاقات العراقية مع الأمم المتحدة ليست حالة لا أمن ولا سلم، أو سبب لحالة لا استقرار في المنطقة بالحجم الذي يدفع بالأمم المتحدة أن ترى الأمور من زاوية مجلس الأمن. لذلك حجم تدخلها في العراق أضعف بكثير. ومع هذا وذاك في رأينا أن أمريكا أو المجتمع الدولي غير يعني قاطع الأمل في ذلك، وأنه جاد إلى حد كبير. لعل الزيارة اللي قام بها المسؤولين الفرنسيين وسواهم، ومستوى الاهتمام الأخير للأمم المتحدة في مسألة هذا اللقاء اللي حصل مع سيستاني إلى حد معين، كل هذا يدفع بالاتجاه التغيير. ولكن لكي أنا أكون أكثر دقة، نقول أن أمريكا هي المهيمنة على المجتمع الدولي، وأمريكا هي التي دفعت أو تقف خلف الكاظمي، وبالتالي أتوقع أن الدعم الدولي سيأتي عن طريق دعم الكاظمي لاحتواء الفصائل، وليس دعم التظاهرة، لأن التظاهرة بالدليل تؤكد على فشل العملية السياسية، وفشل العملية السياسية فشل أمريكا في جرح هكذا عملية. من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، نشكرك شكرا جزيلا.